ننتقل إلى ألمانيا حيث ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا. أهلا بك سيادة السفير، وحدثنا عن سير العملية الانتخابية، وهل هناك أي معوقات أو تحديات واجهتكم أثناء هذه العملية؟ عملية التصويت بتتم اليوم الثاني على التوالي بشكل سهل وسلس ودون أي منغصات. الأعداد بتتوافد مجموعات إن كان من الشباب أو من السيدات، يعني المتوسط الإقبال اليوم أكثر من متوسط وأكثر من يوم أمس، باعتبار أن اليوم هو يوم عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا. يعني في المقر الثلاث إن كان في هامبورغ أو فرانكفورت أو برلين في زيادة ملحوظة، في توافد ملحوظ. النقطة اللافتة للنظر طبعا هي توافد الشباب من الفئة العمرية تحت 30 سنة، في مجموعات كبيرة من الشباب بيجيبوا بعض، بيجوا مجموعات كبيرة، في ناس لأول مرة تيجي مقر السفارة المصرية في من ساعة ما اتولدت هنا داخل ألمانيا، وده أمر بيعكس مدى الولاء والانتماء للدولة المصرية والرغبة الحميمة في استكمال مسيرة التحديث ومحاربة الفئات الظلامية وأيضا استرداد حقوق الشهداء الذين بالفعل ضحوا بأرواحهم لأمن واستقرار مصر. نعم، طيب سيادة السفير، كيف يسير التنسيق بينكم وبين غرفة عمليات وزارة الهجرة في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات خاصة بالناخبين في هذه العملية؟ طبعا يعني في خط ساخن مفتوح مع وزارة الخارجية، مع مكتب نائب مساعد نائب وزير الخارجية المعني بتصويت المصريين في الخارج، أيضا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أيضا مع وزارة الشؤون المصريين في الخارج. الكل يعني في تنسيق متميز وبنوافيهم تباعا بسير العملية الانتخابية، وبنؤكد ان ما فيش اي مشاكل حتى الان وقعت، يمكن باستثناء بعض الشكاوى الخاصه بحمله بطاقات ارقام الرقم القومي المدون عليها مقيم في الخارج، وطبعا وفقا للتشريع والقائم الخاص بادراج المصريين على قاعده بيانات الناخبين لا يحق لهم التصويت، وهم بيطالبوا بإدخال تعديل تشريعي بما يمكنهم من التصويت في الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات أسوة بباقي المصريين في الخارج. وإحنا نقلنا هذا الطلب إلى الجهات المعنية في مصر، وتلقينا اتصالات من عدد من أعضاء مجلس النواب المصري لأنهم سيعملون على تبني تقديم تشريع تمكين المصريين ممن ليس لديهم عناوين داخل جمهورية مصر العربية من التصويت في كل الاستحقاقات في الخارج. نعم، طيب سيادة السفير، هذا يعكس حرص المصريين في ألمانيا على التصويت وعلى حقهم الانتخابي، يعني في هذه الانتخابات 2018 انتخابات رئاسية، أنتم وعدتم بتوفير كل التسهيلات ويعني الوسائل لضمان النزاهة والشفافية، ما هي أدواتكم في هذا الشأن؟ طبعا في مجموعة من الأدوات اللي بتكفل نزاهة العملية الانتخابية ووفقا للشروط اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. أولا لدينا مندوب من بعثة جامعة الدول العربية هنا في برلين متواجد معنا على مدار الـ 12 ساعة، كان متواجد بالأمس ومتواجد الآن معنا. لدينا أيضا مندوب عن أحد المرشحين الرئاسيين. لدينا أيضا عملية البث المباشر من داخل المركز الاختراع والتي تبث مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات، وده كان محل تقدير جدا من عدد من المسؤولين الألمان اللي كانوا متواجدين بالصدفة داخل السفارة لإجراء لقاءات رسمية معي، زي أحد أعضاء البوندستاج، زي رئيس التحرير إذاعة ألمانيا وهي الإذاعة الأشهر داخل ألمانيا، وشافوا بأنفسهم عملية التصويت داخل مركز الاقتراع من الخارج، وشافوا البث المباشر، وشافوا المندوبين، وشافوا أيضا المتابعين من الجامعة العربية، وشافوا ممثلي وسائل الإعلام
المصريه والالمانيه المتواجدين معانا، وكل هذه الادوات بالتاكيد بتكفل الحيده والنزاهه والموضوعيه. النهارده احنا يعني كان في تدفق من العديد من العائلات المصريه، وزي ما حضرتك يعني شايفه على الشاشه كان اعداد كبيره موجوده، وكانوا يعني عرس انتخابي وجايبين اطفالهم وجايبين اسرهم وبيصوتوا بكل احترام وتقدير وبدون اي دعايه انتخابيه وبدون اي شيء ممكن يبطل العمليه الانتخابيه، والكل ملتزم ويعني بالفعل مستوى راقي جدا ودرجه عاليه من الوعي، وهي محط تقدير جدا من الجانب الاستفاره ومن كل الجهات المعنيه. احنا الطقس هنا يعني رديء تحت 5 تحت 0 والجو قارس، ومع ذلك المصريين بيتدفقون. يعني كان في احدى السيدات جايبه معاها طفل رضيع ما كملش شهر، وايضا النهارده عائلات كثيره جايبه اطفالهم يعني لا يتجاوز سنة او عامين. صوره مشرفه للعمليه الانتخابيه في المانيا. هل يمكن القول ان الصحف الالمانيه او الاعلام الالماني يهتم ويتعاطى باهتمام مع هذه العمليه الانتخابيه المصريه؟ احنا طبعا يعني حريصين على توزيع بيانات على وسائل الاعلام الالمانيه. في لقاءات شخصيه مع ممثلي وسائل الاعلام، وجهنا لهم الدعوه ايضا بالحضور الى مقر السفاره، والبعض منهم حضر بالفعل. في مجموعه كبيره من المراسلين من المؤسسات الاعلاميه الالمانيه الكبرى حصلوا على تاشيرات دخول لرغبتهم في تخطيط الانتخابات الرئاسيه في داخل جمهوريه مصر العربيه اعتبارا من يوم 26 مارس الجاري، وخدوا التاشيرات، واعداد كبيره وفقا لما وافقت عليه الهيئه الوطنيه للانتخابات. وزي ما قلت لحضرتك يعني رئيس تحرير اذاعه المانيا، وكانت قد اجرت حديث مع السيد الرئيس، كانت تكلمت بشكل ايجابي للغايه وقالت انا كان عندي بعض المفاهيم المغلوطه، لكن طبقا لما استمعت اليه وطبقا لما شاهدته من عمليه ديمقراطيه على الاراضي الالمانيه ان هي بتغير مثل هذه الافكار والصور المغلوطه اللي هي نقلتها عن وسائل اعلام اجنبيه، لان من يرى عكس تماما لمن يعني مجرد ياخذ من وسائل اعلام اخرى قد لا تكون دقيقه. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا لك سيادة السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، شكرا جزيلا لك.